قصة حب كبيرة قاعدين نشوفوا فيها في مسلسل يومية امرأة على الوطنية الأولى، قصة حب بين فهمي ودنيا. جايين حذينا ليلى أحمد لندولسي وسهير عمارة. أحمد يا مرحبا. طيب الري صحة شريفك. صحة شريفك. إذا تعرفي نخاف من الموتور. مالا كيفاش مثلتوا به؟ سي أحمد تو تمثل ما تعرفش تسكر موتور. لا يا خويا خردة هذا اللي جايبين على رجولي. تفضل تفضل. وين يا هاي؟ لا مشيت. لا خم. غازي غازي يا معني تجي تهزها معاك. لحظة خلي عليك خلي عليك. خلي عليك باين حضرت للمسلسل. يا سي أحمد يجي نبوسك ساعة. رمضانك مبروك. العام تاعك خير. شد شد غازي. قصة حب لا ترى الشمس. سيد أحمد وسهير نقول لكم جمهور يحب يسألكم. لاباس؟ مانيش لاباس. عليه؟ خاطر تونس مش لاباس. خاطر تونس مش لاباس به. ومعناتها احنا في رمضان قلنا نسرحوا في المسلسلات وفي الحب وفي الجو، ما نساو شوية سياسة بالحق. معناتها حتى احنا في البرامج قلنا نبعدوا من السياسة، نجيبوا النجوم، نجيبوا العباد باش ننسيوا العباد. دونك أحمد كي نشوفوك فرحان وتضحك حتى الناس تفرهد، فهمت في هذا؟ دونك برافو على مسلسل، معناتها خلينا نقول مسلسل الوطنية. أول مرة الناس يقولوا، مش أول مرة باش ما نظلموش، يقولوا شفنا في الوطنية مسلسل كاليتي باهية، إيماج باهية، قصة باهية، ممثلين. دونك أحكي لي معناتها سهير، احكي لي على المسلسل انتوما كيفاش قاعده تشوف في رده فعل الناس وغيره. رده فعل الناس كانت ايجابيه جدا. دايغلي لي الناس كل وصلت لهم الحكايه. يعني انا في الشارع ولا المساجات، انا عمرها ما وصلت لي مساجات نتاع فيليسيتاسيون قد السنه. قد السنه. انت خايف عمرها وصلت. لا لا وصلوا لي مش بالكيما اللي وصلوا لي السنه، بالكيما اللي وصلت لي السنه، معناها باغ اس ام اس على لي ريزو سوسيو، على في الشارع. الناس تسال فيا ودخلت يقولوا لك برافو اللي وقفت معاه والفلوس ما خممتش في الفلوس. اي ما يصدقوا هما فما قلت لهم راني مانيش هكاك في الدنيا، راني العكس تماما. بون العكس ما بنعرفش. مش تماما تو نسال تو نسال. احمد انت احكي لي رد فعل الناس كيفاش؟ رد فعل الناس كان ايجابي برشا، وانا فرحان على خاطر ماك تعرف تو التلفزه الوطنيه هي التلفزه الام وعندها برشا على الدراما. معناها الاعمال الاخرانيه فما برشا اعمال ما كانتش معناها في المستوى المطلوب. السنة رجعت جمهور رجع الجمهور يتفرج في المسلسلات نتاع التلفزة الوطنية اللي تربيوا عليهم، وهك شفت معناها كاليتي ديماج كانت حلوة برشا. سلم يعطيك صح. جازوزة حلال، قنية ماء إسلامية، عصير بيزنطي ولا عصير ليمون؟ شو تشرب سهيل؟ فمش حاجة علمانية. علمانية في رمضان ما تجيش. عصير بيزنطي ده شنو؟ عصير بيزنطي أحمد. جازوزة حلال. وراي جازوزة حلال. شبيك ماكش عجبتك الحلال؟ اي باهي الحلال باهي. تراه تراه خلينا نعرفوا توا، معناتها زوز يحبوا بعضهم ودنيا وكذا ورغم المال ودرا شنو قصه تراها واقعيه سهير ولا خيال علمي؟ علاش لا؟ علاش خيال علمي؟ معناتها مش من قلبك علاش لا؟ لا ما لا انا نقول حتى وكان نجم توصل قصه حب ما عادش تشبه للواقع. علاش ليه؟ بوركوا با؟ اون بوزوان دامور، حاجتنا محتاجين حب احنا معناها بالحق. لو كان الكل يعرسوا رغم الفارق ما دام ما عادش عندنا حتى غنيه راب ولا راي. كلها مشيتي الواحد غني وكذا وطفيتيني، نترزاو في فن كامل. العكس نفضتوا العكس. احمد يلا باش نعرفكم تو في الدنيا كيفاش. نبدا بسهير. اول مقابله مع راجل فاش تثبت سهير؟ ظويفرو مفتاح الكهرباء ولا صباط ومسيرج ولا لا؟ ظويفر. ظويفر. اي ليدين معناها. أكثر حاجة تكرهها في الراجل؟ مطول ظفر صبعه صغير، كي يجي يخلص العشاء ينشا الكارتة يقول لك خلص ونرجع لك، ولا عنده شلاغم؟ مطول ظفر هذاك نتاع ما تعملهاش. معناتها كي ترى راجل ظفره ممسخة تطيح من عينك. مثلا كيفاش تعرف اللي معاك مش حاح؟ كي تركب معاه في الكهرباء نتاع ليسونس ديما يشعل؟ الخرجة الأولى يهزك على البحر ويقول لك نحب بلاصة وحدنا وكلها رومانسية آخرتها مية بوب كورن، ولا يحكي معاك ويقص التليفون تحس فلوسه فات وقتها؟ هما ثلاثة ما يدلوش على ما يدلوش. وقت اللي تقول له شري لي دار في الناصر يقول لك لا، وقتها تحس فكرة غلط عليه. أكثر حاجة تجذبك للراجل؟ يعطي تريحة الواحد بزنس عليك، يمشي بكلام امه، ولا يشارجي لك البورتابل من غير ما تطلب منه؟ يعطي تريحة واحد بزنس عليك. لا لا شفت شفت احمد شفت احمد يحبوا الحكايات هذه. اكثر مساج تفد منه كي يبعثه لك؟ اطلبني عايشك، انا في اجتماع نكلمك بعد، ولا لينا ما نجمش نخرج عندي ما نعمل؟ لا يبعث لي مساج يقول لي وينك.
وينك؟ اي ما تحبش يكون يقول لك وينك؟ للاسف البوليس يقول ما نحب يجمع. احمد الاندلسي، اول مقابله مع طفله في شنو تثبت؟ بطبيعه احتمالات رمضانيه، في اللبسه نتاعها، في ريحه البارفان، ولا في نوع البورتابل؟ مانيش ماتيرياليست يعني، من كل ما يهمنيش، حتى مجرت المهم محليلتها وكا. المهم محليلتها، في جمالها تثبت؟ في جمالها الرمضاني. به أكثر حاجة تكرهها في الطفلة؟ تبدأ عاملة برشا مكياج؟ الفينيس المبالغ فيها؟ ولا تبدأ عاملة تتواج؟ الفينيس المبالغ فيه، والمكياج الزوز. والمكياج المبالغ فيه ما تحبوش؟ حتى المكياج الخفيف ما نحبوش. ما تحبش مكياج جملة؟ ما نحبش ما نحبش. معناتها كي تنحى المكياج جملة تنجم الناس بتجوز تقل على الآخر في تونس. لا أنا خويا ناخذ واحدة بلاش مكياج مزيانة، علاش خويا؟ لما المكياج تولي المزيانة. باهي، كيفاش تعرف اللي الطفلة اللي معاك طماعة؟ واحد تبعث لك ميساج اطلبني، تحب ديما تقعد في البلايص الغالية من غير ما تلوج على إمكانياتك، ولا تجيك قدام بوتيك وتقول لك يا محلاها اللبسة هذيك. هذا شنو البيزنطي؟ نتاع الامكانيات هذيك. نتاع الامكانيات. نتاع الامكانيات. اكثر حاجه تنرفزك في الطفله؟ تبدا ديما متازمه وتجيب انكد، تقول لك وقتاش تجي تخطب، ولا تليفونها ديما ينقز وعندها مع شكون تحكي؟ تليفونها ديما ينقز وعندها مع شكون تحكي. والطفله اللي تقول لك ما تقوليش وينك، اش تعمل لها؟ معناتها انت تحب طفله اللي تقول لك ما تسالنيش وينك تفددني الحكايه؟ نعمل لها كيما يعمل فهمي. مفتقة من بعضها. مفتقة من بعضها، شوف. أصلهم بيحبوا راجل الحمش، قال الراجل. لا. باش نسألكم زوز، أكثر حاجة اللي تنرفزك أكثر، سهير وأحمد، كي يطلب منك المود باس تاع الفيسبوك، تنرفزك ولا لا؟ إيه تنرفز، اللي مش تنرفزني، خاطر هو في علاقة، يا عندك كونفيونس يا ما عندكش كونفيونس، ما عندكش كونفيونس معناها باش تمرض روحك وتمرض اللي معاك. عندك كونفيونس تو فابيان معناها، فماش علاش معناها، ليش مود باس؟ وانا بالعكس نحب اللي واحد يخلي جاردان نتاعو معناها. احمد انت. انا نفد كي نطلب المود باس وما ناخذوش. ابا. وي. سارة انت تطلب المود باس. حق. بيان سور. حق. حق من حقوقي. تحب ندستروه في الدستور الجديد الحق في المود باس لكل رجل. نشوف شوف شوف نائب حمش يضرب عليه بالبول. ما نستوعبهمش الحكايات هذوما. تتنرفز كي تبدا هي معاك وما تحطش اون كوبل في الفيسبوك؟ احمد. اي. بيان سور، علاش ما تحطش اون كوبل؟ مادي انا معاهم ما تحطش اون كوبل، اش معناتها؟ ما نحبش نعيش في فيرتوال معناها. ما تحبش تعيش في فيرتوال. هيا به باش نلعبوا لعبه تو جديده مع بعضنا. لعبه لي بوني والجواندويت. من غير ما تستعملوا ايديكم يلزم تنحيوا لي بوني والجواندويتيتيت. جواندويتيتيت. دونك بالموسيقى عندكم دقيقتين لازم يتنحاو، ما تدخلوش. بلاش عارك معناها. لا لا كل واحد وحده، شكون اللي نحي الاول؟ ما تدخلش برشا معناتها ما يصيرش، فوالا. باش ما تصعبش. باش ما تصعبش. باهي. فوالا. شوية نغشوا معناها، باهي. بري. يلا سهير تلبس البوني، أحمد. عنا دقيقتين تحسبوا لي في الريجي دقيقتين، كل ما نقول لكم تحسبوا لي عمركم ما حسبتوا لي. باهي. بالواقفة جوكرا بالواقفة. بالواقفة. من غير ما نستعملوا ايدينا معناها. لحظة. الميكرويت. ميكرويت دونك. زوز طاحوا. اي زوز طاحوا. من غير ما تستعمل تعمل هكا بال. ما تستعملش ايديك. برا. لا لحظة بالموسيقى دونك. اين وين؟ لا زوز مع. نعاونوا بعضنا ولا لا؟ لا ما يعاون حتى حد. زوز تغزروا الكاميرا. موسيقى شكون باش يطيح له؟ بالموسيقى نجحتوا. لا تحاول تنحي معناتها باي طريقه الموسيقى نساها. نحيها وحدي معناها. لا تنحيها من غير ما تستعمل يديك. اوكي فهمتك فهمتك. من غير حتى يد ما تمس اليد الاخرى. فوالا. 1 2 3 توب. لا 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 غشت هي غشت ما لحقتش تو لحقتها البداية ما لحقتش البداية هي غشت لحظة لحظة توب توب يا بنتي لا تستعمل يديك لا سقيك لا سقيك لازم تصحح على هذيك عاودوا عاودوا لا لا وانت ايش عملت احمد ايش نحيتها عملت هكا نحاو اعطيه الفرد اعطيه الفرد وين الفرد؟ هاي دخل جوندويت بالقدام يلا
يلا ما غير تستعمل يدك لا سبقيك حركات وحدها في الهواء معناتها تنحيوش في الهواء في الهواء ما تمسوش فمي ليه ما تمس حتى شيء ما قولي يدك وسقيك وفمك وسميني حتى اي لا فم لا يدين لا سقيك معناها جوست هكا فوالا بالهواء بالهواء ما تستعملوا حتى عضو يلا حاضرين البنية تلبسها مليحة سهي سامحني ضيق على راسي كركرنا نو في الكركرنا شكون يكمل قبل واحد اثنين ثلاثة تو لا 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 احمد بالاشارات من غير ما تقول حتى كلمه نجم تخرج اصوات معناتها اما غير ما تقول حتى كلمه باش نوريكم حاجات وانت سهير في كل لعبه في دقيقه قولوا لي يلا على كل شيء على كل شيء مثل شعبي تونسي توب زغريتك في الكسكسي لا هيك مش عاد زغرت معناتها ما تكلم زحمه مهبول زغطوا له في وجهه يا معلم والجواب صحيح بعد بعد اسم حيوان قلد شويه ودي مثل شنو قربت اكبر شويه زرافه اكبر اكبر كركدن اسمه واحد القرن ديناصور والجواب صحيح هاي اجا قعد احمد قم لنا سهير طب بركلا جاوبت زوز من ثلاثه نشوفوا احمد اسم اغنيه نجوم الليل فما كلمة معنا تطلب قاعدة نوعا ما والله مثلتها بالحق شنو هي مثلتها شنو هي كي قال تطلب ورات الجريماس نتاع مش تطلب نتحيك للي ما ينام الليل جواب غلط يلا اسم بلاد هند والجواب صحيح برافو اسم ممثل او ممثله سهير عمارة رانيا الجيبسي والجواب صحيح اثنين اثنين برافو مريقلان مريقلان برافو برافو يعطيكم الصحة وربحت في الفازة هذيك خاطر سرقت انا سرقت ربحت ربحت هل تعتبروا ان المسلسل كيوفا بالزواج تتسمى نهاية سعيدة؟ ينجموا زوز في الاخر ياخذوا بعضهم ما يحبوش بعضهم تولي نهاية مش سعيدة جوستومون جوستومون باهي سهير في الدنيا بين شخصيتك في المسلسل وشخصيتك في الدنيا شبهوا لبعضهم ولا لا؟ نسبة صغيرة دنيا نسبة صغيرة هل تقبل مثلا انه راجل يحاوس بيك بسكوتر؟ كنت قبل نسوق موتورات ما تقلقنيش حتى تعرف معناها ما تو انت داخلة تو نخاف من الموتورات ما قبل كنت نسوق راه لا غالب كبرنا هل تقبل انك تفطر مع راجلك مقرونة كذابة وتتعشى حب؟ أسئلة المحرجة ما ساكي شنو ساكي؟ ستوش مع ساكي شو يعمل ساكك عند البند؟ وين عارفين؟ هل تقبل انه راجلك زوج المستقبل يكون عامل ثلاثة ولا أربعة ربطيات؟ واحدة ناطرة، واحدة دغرة، واحدة استهلاك؟ لا لا هل تقبل انه راجلك يكون أحرق لإيطاليا؟ لا هل تقبل انه راجل قبل ما يخرج الصباح يقول لك ترى 5000 حقبه كل جير وقهوه؟ في ظروف معينه يمكن اما ديما معناها لا. هل تقبل انه راجلك يبدا شد الحيط نهار كامل؟ لا ما نحملش. فوالا معناتها
حقا قلتها لا علاقة بين لا علاقة بين سهمي والدنيا. أحمد يقولوا أنه شخصية الفقير ما تولمكش برشا، كذبتها في المسلسل هذا ولا ما كذبتهاش؟ ما نجمش أنا نحكم على جمهوره ويحكم اسكو كذبت ولا ما كذبتهاش، أما فما حاجة باش نقولها يمكن العباد يمكن ما تعرفهاش، كان اللي يعرفوني قرب مني اللي فاهم يشبه برشا لأحمد معناها في برشا حاجات، فما بون مانيش ماركة حبوسات وواحد، لكن أنا شعبي برشا ولد حومة شعبية وكما يقول فهمي معناها تولدت راجل وتربيت راجل ونموت راجل، وكي نموت يقولوا كان فما راجل، فهمت؟ بعد عمره طويل سيدي ان شاء الله ان شاء الله. حسوك رزنت برشا في المسلسل، رزنك ولا شنو؟ لا فما دور كنت ارزن منه من فهمي اللي هو كاستينج عامل لحيه ودنيا. اي جوستومون انا طبيعتي كيك رزين، طبيعتك هكا رزين. توزينا من المجاملات خلينا نحكيو شويه هكا احراج في الاخر، معناتها ديما نختم حسب شويه احراج. سهير معناتها شفت كتبت في بروفيل على الفيسبوك معناتها وجهت نقد وديجا من بعد اختفى يظل سوبريميت، ولا كي شفت كتبت انه المسلسل مش عاجبك برشا وانه سيرتو اداء احمد معناتها كان ينجم يكون خير. بالحق معناتها ما يصيرش معناتها كي نبداو بحث بعضنا نجموا ننقدوا بعض. وقتاش كبتيتو؟ ما قعدتش من بعد دقيقة. لا لا فما شكون خاطر صارت عليها كل بوليميك في الفيسبوك. صعيبة علينا. لا ما يصيرش سهير نجموا نحكيو ما يصيرش، معناتها أحمد أنت تقبل نقد عادي. اي نقبل اي نقبل نقد. دونك شنو اللي ما عجبكش معناتها؟ شنو اللي ريتو كان ينجم يكون خير؟ كتبت معناتها حطيت في ستاتيو اللي قلت كنت أتمنى أنه ممثل آخر يلعب دور نتاع يلعب دور. اي عندك ممثل اخر في مخك ولا خاطر احمد ما حسيته مش مقنع معك؟ ليه ما نعرفش، ما حسيته بعيد عليا، مش تمنيت تكون ممثل اخر ولا فهمت. وعلاش ما قلتش المخرج هكا؟ علاش ما قلتش المخرج هكا؟ ما نجمش ندخل في الكاستينج معناها انا ما لا في برشا بلدان يدخلوا في الكاستينج، راني ما فماش كورونا تعدي مع الممثل. مانيش مستح سيستيم اللي يخليك انت كممثل ولا كممثله تو اكزيج شكون اللي البارتنير نتاعك، فهمت؟ دونك معناتها كان دونك هما يعملوا الكاستينج و لو كان جيت تنجم راك عملتها، مي تعرف تونس بيان سور. اي كان جيت نجم ندخل في الكاستينج راني عملتها. الكورونا ما يتعداش مع احمد. سامحني احمد معناها. لا سماح نعرفك معناها بالنسبه لي انا البعض بس عمرها ما تولي روس معناها، مش تحكي علي انا انت وتقول لي معناها بون مش لا اما مش ما تغشش اما فما جمهور معناها. ما فماش كلام، انا ما قلتش كلام ناس احمد معناها. عايش بنتي فما جمهور فما جمهور عايش بنتي فرج ويعرف احمد الاندلسي ايش قاعد يعمل ويعرف سهير عمارة فاش قاعد تعمل وتو يحكم، فهمت؟ قالك عايش بنتي معناتها مازلت صغيره. ما لا ما نجمش ما نحبش. لا صغيره في عمرها قدامي مش في خدمه. لا با دي تو انا بالعكس في خدمتك عجبتني برشا سنة، ما عنديش مشكله مع خدمتك. لا لا معناتها ما قلت ما حسيتش معناها تو تتعلم وتولي تحس ماهيش مشكله الحكايه، معناها حكايه وقت فهمت، حكايه زوز ثلاثه مسلسلات تولي امورك واضحه. اي استنى تشويق عليك. ان توكا ان توكا معناتها احمد لو كان انت خيروك شكون كنت مثلا تحب معك يمثل؟ تيدي صايب علينا معناتها ما نحبش نزيد نتعاركوا معناها ولا فك عليا. لا لا مش متعاركين. انا جو ريسبكت انورمومون نتاعك ما يسالش. لا لا جو ريسبكت انورمومون ما نحبش نحبش نزيد. انت يا احمد شبيك دون خاطر نقدتك ما تحبش النقد؟ انا من انا هي نقدتني وانا اعطيتها رايي، ما عنديش مشكله. انا ديما شوف خمس لك حاجه، انا نخدم للجرون بيبليك اوكي، بالنسبه لي الكوتي بروفيسيونيل يجي من بعد البيبليك نولي نحكيو بروفيسيونيلمون فهمت؟ شوف شنية اللي مشى شنية ما مشاش، هي تقول لك ما حسيتش، انا حسيت، انا خدمت معاها معناها بالعكس اعطتني انرجي مزيانه وكل شيء، ما حسيتش هذيك الله غالب معناها تلك حدود الله. اصلا بربي اي شبيك سهير معناتها قلت كلام قلت رايك معناتها احمد حسيته ما قبلوش من ندمت اللي قلت الحقيقه معناتها زي ما معناتها جوغي مي نقولها له ما هي ما جاتش فرصه ما قابلتوش في رمضان انا فهمت انت قلتها في 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 بروفيلك ومن بعد نحيتها بتاتر قلت لازم نقولها له اون بريفي وكذا معناتها احمد شنو اللي غشك انك ما تعجبهاش كممثل معناتها شنو في شنو ما غششنيش ما غششنيش لا ما غشنيش ما مش طريقة اللي كيفاش قالتها معناها نجم تقول مثال ما عرفش انا
فما حاجات ما مشاتش في التورناج وتقعد ساكتة معناها مش ديريكت هكاك تعطيها لك لا تقرا لا تكتب قدام الناس تتفرج فينا كل شيء ابري تو فما الناس تو تحكم معناها ما عنديش مشكلة أنا فهمت مانيش مغشر وبالحق صغير نحكي معك انا جيت مشكلة بيه احمد احنا لا ما عندها ماكش مغشش لا مانيش مغش ولا ماني مغش فما اعطيني كالكوكا اخويا خلنا سمعتيك كوكا يحب الكوكا الكاس الحلال تاخذ من عندي ما يصيرش اختي انت صلي على النبي هيا غشتنا احمد ما ايش نقول لك معناتها سوري لا ولا لا ولا لا اسمعني خليني نفسر لك حاجه انا عندي لاباس قداش عندها 4 سنين تلعب 3 سنين انا عمري ما جيت للبلاتو هذا فهمت نهار اللي نجي باش ما عرفش انا اي بون المهم انا خويا مانيش باش نكمل ما فاتش الحصه احمد ما فاتش انا باش نقول لهم باي باي ان شاء الله عيدكم مبروك شهر رمضانكم مبروك كل عام وانتم بخير خير لا ما فاتش الحصه يا احمد احمد ما فاتش الحصه لا ما فاتش الحصه يا احمد فاتكم احمد احمد قص قص يا احمد لا ولا لا ولا لا لا قص قص من فضلك من فضلك ليش اللغه هذه تحكي فيها؟ مش فضليك والله والله من فضلك والله تفهمنا عليك والله تفهمنا عليك هي في بلاش هشام هي في بلاش هي شربتها سنة معناتها كاميرا كاشي لك انت لا دبل جو معناها دبل جو دبل جو اشرب كعبة كان قلت لي عصير بيزنطي لك انت قبل كان قلت لي راني انا قلت لك لمين لا هذا حب انت ما قلتليش انت خاطر قالوا لك قبل لا ولا حبيت نعمل عليك جو انا عاد عليك انا انت احنا قلنا له راه باش نقول لك هكا عامل روحك خرجت تبارك الله عليه احمد يعرف يمثل لا لا مليق انت تضحك وتغزل لي ما هو تبارك الله عليه يعرف يمثل به لا ما نجمتش خاطر تعرف ريالمون معناتها خدمتي مع احمد لا بالحق خدمنا اون ايتي كومبليس ريالمون معناها في الخدمه سهير عماره برشا جينيروزيتي معناها في 2013 من احسن الممثلات اللي عندنا يعني مش ممثلات عندنا برشا مزيانين وحليلتهم وخدامه وخمسه وخميس عليهم من الخمسه البب نحن نقولوا البب عملت التوب فايف نتاعك اي فوالا انت كيفاش لقيت خدمه مع احمد توصير؟ اعطينا شويه كلام حلو انا نعرف احمد من قبل اما يمكن ما عنديش فكره عليه كيفاش يخدم كيفاش يتعامل وكيفاش دونك كيما قلت لك خدمنا دون لا كومبليسيتي اللي تي معناتها جينيرو معناتها احمد يقول عليه في التورناج جينيرو يحب يخدم مع العباد يرتحك كي تخدم معاه على الاخر زاد ما دايوغ سا سو فوا في ليماج سا سو فوا في الكادر سا سو فوا بريتو هي كي باش ترتاح انا باش نرتاح خاطر زاد ما نجمش نخدم وحدي فهمت معناها يلزم فما لابون انرجي تتعدى بيناتنا و وفهمت نهزوا بعضنا فما دي سيكونس نتاعي فما دي سيكونس نتاعها هي مره تكاليني مره انا نكاليها وهكاك فهمت جوستومون باهي احمد في الاخر عندي ايفون يمفاريس ما حبش يتحل شنو نعمل؟ هزوا لي من شعر صاحبي صالح في بورتابلوات والله نسالك على اي تيك تعرف في اي تيك لو كان نسالك الايفون يتكسر اش تقول؟ اخترع انطوان جراهام بيل تليفون لا مش سامي بن نوري انا ما كنتش انا ساعه ساعه نخلط في الاخر نقول لهم ولا ماني فاهم حتى شيء باش تفاجئ معك عمل لي احكي لي باش ترجع ايتيك وتجربتك في التقديم ان شاء الله ان شاء الله ترجع بعد رمضان ان شاء الله تجربه حلوه خفيفه لايت ما تضرش من نوع نتاع نوع نتاع بالك تقول لي ما تضرش اعطيني برنامج يضر مثلا يضر بيان سور اذا كنت شوف انت ممثل باش تحط ما يضركش انت مش ما يضرش اللي يتفرج معناتها لا اللي يتفرج باش يستنفع منه بالعكس انا بالنسبه لي انا سيتي اون ايميسيون كولتوريل معناها فهمت و انا ما كنتش المنشط لو غاديك كنت معناها الممثل في دور المنشط ممثل في دور المنشط والحمد لله معناها ماك تعرف تلقى روحك في استديو فيرتويل ما عندك حتى شيء واقف كسمامة فهمت وتخدم يلزمك تخلق حاجه باش تسد بها العباد فهمتني حتى لو بتي سوغيغ كي تحكي على الحاجه معناها حتى ساعه ساعه ما نبدا مانيش فاهم مش ساعه ساعه الاكثريه مانيش فاهم شيء معناها فهمت تفهمها وتولي معناها كانك متلقى وقتها فهمت تفهمها تولي تحكي عليها اللي انت فاهمها بالحق فهمت والحمد لله معناها مشيت مليح لاباس بعد رمضان ويمشي فوق احمد عندك شيء اللي ما عندك حكايه والله بقول له ماما فما حتى شيء ما نعرفش انا السينما يظلي مسحور عليها انا ما جانيش عرض نتاع معناها باش نخدم لو ميتراج وكذا معناها شكل 200 فيلم في العام لا عندنا فما 6 7 افلام يجيو في العام يظلي ما
يظهر لك سهير قبيله معناها احمد لندلسي علاش سهير. انت بالنسبه لك في بعد رمضان باش نفوق في حكايه عندك بروجي؟ لا الون تيرم مازال معناها مش بعد رمضان ديريكتومون. مازال يظهر لي ممثل تونسي على قد ما يشيخ في رمضان ويشوف رياكسيون العباد تعرف روحه باش يضربها اشهر وهو ست اشهر فهم معروفين ست اشهر كل شيء يرقد بالي فما شيء ما هذيك هي هذيك هي الله يخليك حتى في كل شيء ما عندك لا اما شوف خلينا نسالك حاجه تو في رمضان وعليها كالدب الابيض ولا يرقد ست اشهر فوالا في رمضان وتحس وتحسك الشحومات واحد من رمضان رمضان يزيد في الميزان وكل شيء الله غالب هو الحاجه تو فما الحاجه الباهيه اللي ولات فما برشا برودكسيونات معناها فهمت برشا تلافس هذيك اللي تخلي معناها الممثلين الكل ينجموا يخدموا فهمت ان شاء الله ان شاء الله يولي فما مسلسلات في وسط العام معناها ما نتصورش انا سبونسور كل مومون المارشي بيب اللي فما وتلفز شبه مستحيل هذيك خاطر مشكله انا نتصورها من سيرفيس ماركتينغ خاطر كان جاي يعرفوا طايح بينا مسلسل فاطمه ولا درا شنو 270 حلقه لا خمسة سنين يصور لا كان يعرفوا يقسموا البيدجي نتاعهم على عام كامل مش تجي تحط لي ما نعرفش انا 300 مليون في كبر على الاخر كبر اما كبرودكسيون كبيره في وسط العام مسلسل كبير واحد كيما يومية امرأة مكتوب صعيب صعيب انه تلقى انفستيسور يعمل ريسك لا شوف خلينا نسالك حاجه نحن يلزمنا ساعه نطلعوا الكاليتي نتاع الخدمه نتاعنا ميزابار النص وميزابار لغتنا ما يفهموهاش وميزابار ترى شنو عندنا ممثلين باهين اوموان نعملوا كاليتي ديماج مزيانه معناها فهمت تو كيما يوميات امراه معناها ريت الكاليتي ديماج معناها تو كان تحطوا فول اتش دي معناها تطيشوا في الام بي سي تخرج لك الكاليتي نتاع الام بي سي برشا باهتين قالوا في الوطنيه وبالكاليتي هذيك معناتها مش وطاحت راهو ماك تعرف نحن مخاطر ديفيزيون نتاعنا تعبه شويه في تونس وطاحت فهمت معناها تصور انت هذيك كان خلطت كاليتي 100% معناها تعمل حاجه فهمي ودنيا في مسلسل يومية امرأة تشوفوهم يومين على الوطنية فرحانين اللي استقبلنا لكم الليلة في رمضان أحمد وسهير يعطيكم الصحة يا سهير سهير ميرسي بوكو بليزير بطرا ميرسي بوكو يبالكم مرتنا في التقرب لي ما كوزين بنت خالتهم يا بنت خالتهم نسيبي العزيز انا قلت نوف الجونتي فما واحد باش يربح الكرهبه هذه ليله النص يبعث ال على 85 85 في الانتظار فما واحد الليله ربح مليون كاش شوفوا في اسمه نقولوا له مبروك اذا تحب تربح كيفه ابعث ال على 85 85 لاباس للي لو فات نتقابلوا غدوة تصبح خير إن شاء الله تونس ديما لاباس لاباس في رمضان كل ليلة ضحك وكل ليلة جوائز بداية من نهار واحد رمضان تنجم تربح مليون كاش كل ليلة والمفاجأة الكبرى زوز كرهب للربح يستناو فيكم كرهبة ليلة النص وكرهبة ليلة العيد باش تربح المليون كل ليلة والزوز كرهب ابعث اس ام اس مكتوب فيه ال بالفرنسي والا حرف لين بالعربي على الرقم 85 8 85 وجاوب على السؤال ابعث مره واكثر من مره وتفرج في لاباس كل ليله في رمضان بعد المسلسل وان شاء الله رمضانكم ديما لاباس انا لاباس انت لاباس انا لاباس طول الزمان